هالكنيسة تاريخها يعود لبناء عمودها. آبائنا وأجدادنا لما أجوا من 100 سنة عمروا الكنيسة وعمروا مدرسة، هيك كان كتعودوا آبائنا وأجدادنا من تركيا، ولما أجوا لهون مع كل كنيسة في مدرسة، لأن بدك تعلم أجيال، بدك تقيم أجيال للبلد. وكثير من أولاد عمودة عرب وكراد وسريان كان يدرسوا يهون في هالمدرسة. وقت الانتداب الفرنسي لما كان العلم الفرنسي معلق في حوش الكنيسة حوش المدرسة، كان عم يتدرس لغة عربية ولغة سريانية، وهم ما درسوا فرنسي لأن اعتبروه محتلين. عدد المسيحية موجودين بشكل كثرة كانوا أول ما نزلوا من تركيا، نزلوا هوني، وكان في عنا 4 كنائس موجودة بمدينة عمودة، لكن صار في هجرات داخلية وقسم من هجرات خارجية، وكانوا عايشين محبين يعني. يوم ما صار مشكلة ولا مشكلة في عمودة صارت يعني من وقت تواجد المسيحية مع أخواننا الكراد، أكثر كانوا شرائح مسيحية وكراد كانوا. هاي خاصة للسريان الأرثوذكس. الكنيسة اللي جبنا كانت للسريان الكاثوليك، كان في جالية أرمن كتير وصاحبين مهن، كل المهن مشهورة كانوا كلها أرمن، كمان هاجروا، كان في كنيسة للأرمن وكان في كنيسة للإنجيليين البروتستانت، 4 كنائس كانوا. يلا نشمها فيه؟ نشمها؟